طيب احنا معانا على التليفون كابتن انجي الشامي، لعيبه النادي الاهلي السابقه واللي الحقيقه اعتزلت يعني منذ قليل. انجي ازيك؟ كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ منورانا وعلى على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا يعني تحب تقولي ايه في بطوله كبيره زي دي على صاله النادي الاهلي؟ طبعا انا بمثل حضرتك وكابتن نجله وكابتن بدريه، وطبعا انا من الناس اللي حضرتك عارف ان انا ببقى معجبه جدا بحضرتك وبالتغطيه الفظيعه اللي حضرتك بتبقى عاملها في قناه الاهلي. صحيح. طبعا مع الناس الجميله اللي مع حضرتك. البطوله طبعا بطوله كبيره وبتقام على نادي صاله النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ده طبعا حاجه تشرف الناس كلها وتشرفنا احنا كلاعيبه حتى لا سابقه، اللي احنا الناس زي دي تبقى عرفت مين اللاعبات الموجوده ومين اللي كان بيلعب ومين اللي طبعا حكي تستضيف ناس كبيره، فكل الناس بتبقى عارفه مين الناس دي. يعني انا اعتقد البطوله ان شاء الله ماشيه كويس، واحنا الحمد لله لغايه دلوقتي حققين يعني ماشيين كويس جدا مع البنات بتوعنا، ان شاء الله نحقق. طب انجي قولي لي، انت شاركتي في بطوله افريقيا اللي فاتت صح؟ طيب قولي لي فرق المستوى، انت شاركتي في الاثنين دول او شاركتي في اللي فاتت وشفتي دي، يعني شفتي الاثنين، رايك المستوى انهي بطوله كان فيها المستوى اعلى، دي ولا اللي فاتت؟ لا، هو اللي فاتت ما كانش بالعدد ده، يعني 22 فرقه عدد كبير طبعا، والفرق كلها فرق كويسه وجامده، واعتقد اللي جيني كينيا داخله ثلاث فرق، فلا يعني بطوله كبيره، وانا اعتقد ان شاء الله باذنك يا رب يعني النادي الاهلي قدها، يعني قدها، اعتقد الفرقه مستعده كويس، وكابتن حمدي برضه مستعد للناس كويس وعارف ودارس الفرق كويسه، فلا طبعا ان شاء الله يعني خلينا وان شاء الله يبقى وسط جمهورنا، بطولتنا وسط جمهورنا باذن الله يعني. طب انجي قولي لي، تتوقعي مين في الفاينل يا انجي؟ والله انا مش يعني انا اعتقد اللي هيبقى فرقه من كينيا والاهلي باذن الله. طيب قولي لي برضه، عايز اسالك سؤال، انت لسه بتروحي الملعب لآية ولا ممكن برضه يعني ما تفوتي ماتش كده؟ لا ممكن افوت. احنا بس بنعرف الساده المشاهدين ان انت طبعا اخت آية الشامي، يعني من افضل اللاعبات في مصر وافريقيا طبعا، لم يكن وافضل لاعيبه عربيه في البطوله اللي فاتت. وفاكره يعني يا انجي لما كنا في البطوله العربيه كانت آية قالت لك لا خليكي معايا في الفاينل وبتاع، بس انت فضلتي تكوني معانا في الاستوديو التحليلي. هل بتأزريها لسه موجوده في الملعب ولا يعني ممكن هتروحي لها على دور الثمانيه كده؟ لا انا موجوده معاها على طول، بس انا بس بيبقى عندي ساعات امتحانات عشان كده مش ببقى متفقده على طول، بس يعني ان شاء الله يعني ابقى موجوده معاها على طول يعني ان شاء الله. طب انجي قولي لي، يعني عوده مريم متولي يمكن دي اول بطوله ليها بعد العوده من الاصابه، مريم لعيبه كبيره وعملت عمليه في كتفها الايمن ودي اول بطوله تلعبها كبيره بعد الاصابه، يعني اكيد مريم اضافه كبيره للفرقه بعد عودتها. طبعا مريم لعيبه كبيره، هي لعيبه صغيره سنا بس هي لعبت كتير ولعبت وسط ناس كبيره، فلا فهي لعيبه كويسه جدا ولعيبه خبره، تعتبر من الناس الخبره برضه في الملعب حاليا، فطبعا استفاده كبيره للفرقه لما مريم ترجع، يعني حتى لو هي دلوقتي لسه انا عارفه ان هي رجعت، بس هي لسه طبعا ممكن تبقاش لسه وصلت مستواها قوي، بس انا عارفه ان هي رجعت بنسبه كبيره قوي، ودي حاجه مكسب للفرقه، حاجه كبيره يعني. طب انجي يمكن اغلب اللاعبات ممكن يكونوا سامعينك النهارده، تحب توجه لهم رساله تقول لهم ايه؟ ازاي يقدروا يوصلوا بالبطوله لبر الامان ونوصل للفاينل ونتوج بالبطوله؟ تحب تقول لهم ايه يا انجي عبر شاشه قناه النادي الاهلي؟ طبعا انا عارفه ان هم استعدوا كويس، وانا عارفه ان هم عملوا اللي عليهم وزياده، هو كل القصه اللي هم محتاجين شويه تركيز مع شويه احتواء للملعب واحتواء لسماع كلام المدرب، ده طبعا ان شاء الله هيوصلهم للادوار النهائيه، احنا ما بنفكرش احنا من الاول، بس انا عايزه اقول لهم ان هم ما يفكروش في الفاينل، وبنفكر واحده واحده ستيب باي ستيب اللي احنا نوصل للفاينل ان شاء الله واحنا مرتاحين، على الاقل احنا كاسبين ان شاء الله لسه كل ماتشاتنا بسكوراتنا كويسه، ان شاء الله ربنا يكرمنا ومن بعد كده نوصل للفاينل ان شاء الله. انا مش بفكر في الفاينل دلوقتي، انا بفكر في الاول في الادوار الاولانيه. اكيد كلام مظبوط. انجي الشامي طبعا كابتن النادي الاهلي السابق، بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا على شاشه قناه النادي الاهلي.